موجة جديدة من المواجهة الفكرية بين تنظيم داعش ودار الإفتاء المصرية التي وضعت على عاتقها التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي أطلت برأسها مجددا في مناطق عدة من العالم. مواجهة طورت دار الإفتاء من أساليبها إلى استخدام الفضاء الإلكتروني في مخاطبة العالم بلغاته المختلفة لكشف البيئة الأيديولوجية لجماعات التكفير. أنشأنا صفحة داعش تحت المجهر وهي تعالج الأفكار المتطرفة لداعش، ثم أيضا قابلنا مجلة دابق التي تصدرها تنظيم داعش، قابلناه بمجلة أيضا نصدرها باللغة الإنجليزية بعنوان بصيرة وباللغة العربية بعنوان إرهابيون. مبادرة ليست الأولى، لكن صوتها لا يزال خافتا أمام ضجيج هجمات التنظيمات الإرهابية في دول عدة، وهو ما يحتم برأي البعض الإسراع بتنقيح كتب التراث الإسلامي من المفاهيم المغلوطة التي تستند إليها التنظيمات التكفيرية في تبرير عملياتها العدائية. كتب التراث لا شك محتاجة إلى تنقية، في بعض الكتب اللي تحتاج إلى تخريج، في بعض الكتب حتى فيها إسرائيليات، يعني فيها روايات موضوعة، فيها أحاديث موضوعة، في بعض التفاسير فيها أحاديث موضوعة، كل ده يحتاج إلى مجهودات كبيرة لتنقية تراثنا الحضاري الإسلامي مما علق به من مرويات ربما تكون غير صحيحة. وإلى جانب دار الإفتاء يقف الأزهر الشريف كرأس حربة ثانية في هذه المعركة الفكرية عبر ملاحقة الفتاوى التي يروج لها تنظيم داعش وضحضها فكريا من خلال مرصد الأزهر الإلكتروني. تحاول المؤسسات الدينية المصرية إزالة الصورة المشوهة للإسلام لدى الغرب التي جددتها هجمات باريس، تحد يفرض على تلك المؤسسات تطوير آلياتها كي تتخطى رسالتها الحدود المحلية لتصل إلى مسامع الدنيا. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.